ويمكن البرنامج ده تحديدا من بداياته من منذ 5 سنوات كده وبيتحدث عن التحكيم المصري، ودايما بنحاول اننا نحسن ونطور من في التحكيم حاجة المصري. بعد الخمس ولا حاجه سنوات هتتغير. انت فاكر لما قلت لك اللي يقول لك التحكيم المصري بخير قول له والله التحكيم المصري ما انت بخير. فاكر في مره كنا جايبين الحكام اللي تم اختيارهم اعتقد كانت البطوله العربيه، فانت قلت لي مش فرحان على الهوا ليه؟ قلت لك ده بيتكفوا، يعني 5 سنين بنتكلم في التحكيم وانا حاسس ان احنا في ديجافو، اللي هنتكلم فيه النهارده ما هو اصلي نفس الدايره. بيتعاد اصلي هي نفس الدايره ونفس الاشخاص ونفس القصه ونفس نفس عدم الكلام. الرغبة في تطوير منظومة التحكيم المصري. هي القصة محتاجة زي ما قلنا إرادة. انتوا يا جماعة عايزين تغيروا ولا مش عايزين تغيروا؟ فلو عايزين تغيروا فكفاية بقى الوجوه القديمة. ما هو كفاية، ما احنا جربناهم سنوات طويلة، وإيه اللي بيحصل؟ كل ما بيجوا المشاكل بتزيد. بس المشكلة إن احنا بنروح ناخد آرائهم كنوع من أنواع حل المشكلة، فيبقى المنوط بيهم حل المشكلة هم المشكلة في نفسهم، هم حقيقة المشكلة. انا ما عنديش مشكله طبعا من اي زميل يحاول ان هو يستعين باي مداخله تليفونيه، وده شغل طبعا، ده الاعلام بالمناسبه يعني. ولكن الفكره كلها ان كابتن عصام عبد الفتاح يعني من وجهه نظري اثر بشكل سلبي على منظومه التحكيم المصري بشكل واضح واضح. فكفايه يعني، كفايه الكابتن عصام عبد الفتاح، كفايه يا جماعه والله. احنا سمعنا تصريحات عمرنا ما سمعناها من اي خبير تحكيمي في اي دوله في العالم. كان الكابتن عصام عبد الفتاح يعني الحقيقه يعني متميز في دي روح الاحتواء والبروتوكول مش عارف ايه والطفل حرارته سخنه. انت بتحبها. انا بحب دي قوي الجمله دي. والله يقول لك ايه يا سيف، ما هو اصل المباراه دي عامله زي الطفل الصغير، لما حرارته بتسخن الحكم بيهدي الحراره. يعني حول الحكام لخافض حراره يا جماعه، حول الحكام لخافض حراره، وبنرجع نتكلم وبنرجع له وبنقول نطور التحكيم المصري. تعالوا باختصار نلقي بقى الضوء على ازمه التحكيم المصري المستمره معانا من خلال تصريحات حديثه للكابتن عصام عبد الفتاح. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هل من حق اي نادي ان يستمع الى تسجيلات الفار؟ طبعا ده حسب البروتوكول وحسب القانون ممنوع يا كابتن شوبير. ممنوع. لكن احنا اكثر شفافيه. يعني لو في اي مشكله احنا بنستمع حتى في تحليلاتنا يا كابتن شوبير للحكام بعد كل 3 جولات بنقعد وبنجيب تسجيلات الفار لازم نسمعها عشان نشوف مين اخطا، هل الفار ولا الحكم؟ طب الفار فعلا استدعاء في حاله تستحق الاستدعاء ولا لا؟ وهكذا، وبنقف عند كل هذه النقاط. طيب. ليه يا كل شيء داخل غرفه الله. ده فيديو قديم للكابتن عصام عبد الفتاح مع الكابتن احمد شوبير وقت ما النادي الاهلي طالب ان يسمع ما يتم ما بين حكم تقنيه الفيديو وحكم الساحه. ليه؟ لان بقت تحصل مشاكل كتير جدا واخطاء تحكيميه فادحه باعتراف خبراء التحكيم. فطبعا الكابتن عصام عبد الفتاح عمره ما يطلع يغلط اي حاجه متعلقه بالتحكيم في عهده ولا يغلط نفسه على الاطلاق، ودايما شايف اللي ضده هو متآمر، هو منتفع، هو اي حاجه، يعني هيلصق بيه اي اتهام او ما بيفهمش، المهم ان هو يلصق بيه اي اتهام غير ان هو يروح للمحتوى الاصلي. فقال لك ايه؟ قال لك الكلام ده ما بيحصلش وضد بروتوكول تقنيه الفيديو. الحقيقه شفنا تجارب كتير جدا اخرها كاس العالم للسيدات اللي كان الحكم او المحكمه بتروح لتقنيه الفيديو وبترجع تتكلم وتخاطب الجماهير في الاستاد. ايه اللي حصل ووجهه نظر الحكم ايه ووجهه نظر حكم الفيديو ايه على مرأى ومسمع من الجميع. حصل في مونديال الانديه قبل كده على مرأى ومسمع من الجميع. فالكابتن عصام عبد الفتاح بياتي باشياء يظن ان الناس تجهل هذه الاشياء، فعلى طول اول لما يدي تصريح اعرف ان في بعده هيجي حاجه تكذب هذا التصريح. يجي في لقطه الاهلي والبنك الاهلي وتحريك كره القدم والكلام ان ده روح البروتوكول، تلاقي تاني يوم مباراه في الدوري الانجليزي لاعب بيرمي الاوت رجل جوه ورجل بره وعادي جدا الامر استمر ومفيش اي تدخل على الاطلاق. اعتقد النهارده الكابتن عصام فتاح محتاجين نرد عليه بان قصه هنرد عليه، بس في حاجه في الحته اللي انت قلتها مهمه جدا. قول انت هنا ممكن تتكلم ان الراجل كان له وجهة نظر، ولكن في الدوري الانجليزي حصل حاجة تانية مختلفة. هنا يا جماعة بنتكلم عن لعبة رامي ربيعة اللي اللعبة استؤنفت في مباراة البنك الاهلي وتم مراجعة الفار وتدخل الفار في لعبة مش مفترض يشوف الكرة اتثبتت ولا لا. بس هو في وقعة مباراة الاهلي والزمالك ده اللي كان يخوض
انت بتتكلم في نفس لا هو الفكرة. هو كل حاجه بتخط. لا اسامه بس ده هنا انا بتكلم انا فاهم ان نفس الدوري لتلع. نفس الدوري المصري نفس طبعا. اتحرك الفهاله في الثاني للزمالك بالزبط. في المباراه اللي كانت امام النادي الاهلي اتحركت الكره واتلعبت ومحدش اتكلم عنها. مين رئيس لجنه الحكام هو برضو كابتن عصام عبد الفتاح ومعقبش بقى يا جماعه الموضوع ده عارف فكره ادفنيها خلاص كده محدش يعرف عن الموضوع حاجه عديها. فهنا مهم جدا التعليق ده والتعقيب ده عشان نقول ان حتى مش وجهه نظر. ما انا ممكن يكون دي وجهه نظري وقناعاتي وانا شايف ان الناس بره بتطبق القانون غلط. لما تحصل بقى عندي في الدوري لازم اطلع واقول نفس الكلام المعيار. واقول ان المعيار ده كان غلط والحاله دي غلط ونادي الزمالك كان ليه هدف غير مستحق حتى لو احنا مقتنعين الكلام ده غلط بس هتكون انت متسق مع نفسك. سيبنا احنا بقى لقناعاتنا. لا ده انت هنا جيت قلت كده وفي الثانيه مفيش كلمه مفيش تصريح متلفز واحد او مسجل في راديو او في اي موقع او في اي وسيله اعلام عقب فيها كابتن عصام عبد الفتاح على نفس الحاله في مباراه الزمالك مع النادي الاهلي. وده اللي يعرفك ان حتى القناعات كانت لها حسابات واعتبارات كتير. ولكن امبارح حاجه غريبه اللي هو عارف ده عماد مأكد لي اهو ده كابتن عصام عبد الفتاح مأكد لي قاعدين بنتفرج وطبعا يعني الدوري السعودي فلقينا الصفحه الرسميه للدوري السعودي منزله حالات الاسبوع وبتتكلم عن الفار وجايبين التدخلات بتاع الفار هنا هوب 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 بس ايه ده يا جماعه ده كابتن عصام عبد الفتاح مأكد لنا ان الكلام ده ما بيحصلش والكلام ده ما ينفعش. وهنا قبل ما نروح للحالة يعني انتوا مفترض تربطوا الأحداث دي مفترض تشوفوا الكلام ده بيوصلك لاستنتاج هل ده كان في مصلحة التحكيم ولا لا. لأن لما نشوف الحالة هيكون عندنا تعقيب مختلف. ولكن الحالة مش لمناقشة حالة في الدوري السعودي تحكيميا ده شيء مش ده اللي هنقف عنده. ولكن عشان لما نكلمكم نقول لكم في الدول الأخرى وفي الدوريات الأخرى الناس بتروح لإيه واحنا بنروح لايه لما تشوفوا الحاله دي. نسمع الان معكم وصف حكم الساحه الى حكم الفيديو المساعد وما الذي شاهده وما دار بينهم من تواصل. اليكم التفاصيل في هذه الحاله. ارجوك فك له فك له فك له فك له اهدوا بس ممكن تهدى غير الكاميرا. بالنسبه لي المدافع ما عمل اي شيء اللاعب المهاجم علي ما عمل اي شيء نهائي مالك شغل فيه استمر. انا اثر عليه يعني مثلا هندرسون جو 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 عبد الله ظافر اذا في شيء قبل مسك الكوره او اثناء مسك الكوره ممكن بعد مسك الكوره هو راح للاعب هذا اللي انا اشوفه هو اللي راح للاعب لاعب ما ارتكب مخالفه ما ارتكب اي مخالفه. اليد هذه بالنسبه لي ما فيها شيء ابدا 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 رقم اللاعب اللي سجل 99 ابو خالد تشيك كومبليت كونفيرم جول المهاجم ما عمل اي مخالفه نهائيا ما عمل اي مخالفه هذه عرضيه وراحت للزميل استمر بندرك ترى بندرك ارجع كماني استمر 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 ارجع ارجع هدف صحيح ارجع ما سوى الرقم 11 اي شيء معطي ظهر للكوره اصلا شوف تيك ذا بول اوكي كم تو ذا تكر تكر نو اني فاول هي ستاندينج ما في اي مخالفه بالنسبه لي نهائيا. برافو ابو خالد برافو بالنورمال سبيد تبان يلا تقدر تصفر تقدر تصفر القرار الصحيح هدف الحكم قرار صحيح حكم الفيديو المساعد ايضا قرار صحيح. يعني الفيديو ده مش مجرد حاله تحكيميه والله العظيم الفيديو ده من اكتر الحاجات اللي الواحد تاثر بيها لان هي مرتبطه باحداث كتير جدا. انا هنا اتكلمت عن تجربه كلاتنبرج في عرض الحالات وما يحدث داخل غرف الفار ومع استمرار الموسم ده في وجود بيريرا كنت بقول ان من اسوأ الحاجات ان احنا رجعنا الخطوه لورا وكاننا رجعنا للي كان عايزه كابتن عصام عبد الفتاح اللي هو ما يبقاش فيه عرض ده لان ده ما بيحصلش وده هياثر على الحكام وده كذا وكذا وكذا. اربط بقى المشهد اكبر من حاله تحكيميه او رجوع خطوه اربط بكلام كابتن محمود الخطيب القطر اللي بيتحرك حواليك وانت بترجع لورا مش بس بتتحرك ببطء اربط اربط بالكلام ان انت حتى الخطوات اللي يمكن يا جماعه ما الناس الكره مش فلوس بس في امور ماديه واقتصاديات في كره القدم انت ما تقدرش تعوضها تمام وما تقدرش تستقدم لاعبين بشكل معين تمام
انما في امور بتاعتك انت، كونك تبقى انت سابق السنه اللي فاتت مع كلاتنبرج في ده، ثم تيجي ترجع في خطوه لورا عشان الناس عايزه كده جوه، وعشان الحكام عايزه كده جوه، وعشان المسؤولين عايزين كده جوه، وعشان مش عايزين مشاكل، وعشان مش عايزين وجع دماغ، ثم نيجي نلاقي الدوري السعودي بيعمل ده، وترجع لكلام كابتن عصام عبد الفتاح فتتاكد انه كله ما كانش صحيح فتزعل. وانا بقول اي مسؤول في الرياضه المصريه يبص على ده ويعرف هنا ده فلوس، ده امكانيات، ده اقتصاديات، لا ده اراده، ده قرار، ده رغبه مش موجوده، مش موجوده. لا ريح الدنيا ومشي الدنيا، ويطلع تصريح رسمي يقول اصل الحكام عندنا والتحكيم هنا ليه اعتباراته وليه ابعاده وليه امور لازم تفهمها وليه. ايه هو اللي تفهمه؟ الاحتواء وروح البروتوكول، هي دي الامور اللي الحكم لازم يبقى فاهمها. وعشان كده انا بقول هتلاقيهم بيبوظوا تجربه كلاتنبرج وبيسيئوا ليه وبيقولوا ان هي اسوأ حاجه، وهتلاقيهم رغم بريرا ورغم اعتراضنا عليه كل هدفهم ان هو ما يكملش. اي حد عايز يخرج بره الدايره اللي متحكمه في التحكيم المصري دي مش هيسمحوا له. وانا بقول يا اسامه والله العظيم وانا بشوف الحاله دي امبارح، انا لا يمكن تتخيل حجم الغضب اللي كنت فيه، لان ما هو ده اللي احنا بنقوله. مش كل في امور امكانيات ماديه مش هتقدر تعوضها، طب في امور بايدك انت، ليه ترجع خطوات فيها لورا عشان ارضاء بعض الاشخاص تحكيميا اللي عندهم رغبات ان لا هي القصه تفضل تعرف يبقى يكون فيها مقامات، وما اسمعش الحكم قال ايه، وما اسمعش ده قال ايه وده رد قال ايه.